ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على نقط الضعف والحاجات اللي بيتضايق منها برج العقرب. كتير قوي بيخاف من برج العقرب ان هو اللي يعني يقول لك برج العقرب ما عندوش نقط ضعف وما عندوش حاجات بتضايق، بالعكس هو اللي يضايق، او هو اللي بيبقى شايف نقط الضعف بتاعت الناس ويدوس عليها الكلام ده. لكن بالعكس، برج العقرب عنده اكتر حاجات فيها نقط ضعف، وفي حاجات كتير قوي بيتضايق منها، في من جواه بتبقى مخاوف كتير. يعني دايما برج العقرب ده معروف ان هو قد ايه جبروت، وقد هو بينتقم، وقد ايه الكلام ده كله. ممكن يكون عنده حب الانتقام، يعني لو حد داس عليه على طرف بيحب جدا ينتقم ويحب جدا ياخد حقه، لانه ما بيحبش حد يدوس عليه، وكرامته عنده اول شيء. لكن بالعكس، برج العقرب من الناس الطيبين جدا جدا جدا. لو جيت عليه هينتقم منك زيه زي ناس كتير، يعني صفة في اي حد ممكن تلاقيه. في ناس بتسامح وكده، لكن هو بيسامح كتير، لكن ما بيحبش حد يجي عليه. فلو قدر ان هو يلقطك ويدوس عليك وياخد حقه، ياخد حقه منك، بس هيعمل كده. خلونا نتكلم على أنثى العقرب في الأول. إيه الحاجات اللي بتتضايق منها، وإيه تعتبر نقط الضعف الخاصة بيها، وإزاي إن إحنا ما نجيش جنب الحاجات دي عشان خاطر ما تقلبش علينا أو نشوف منها وش صعب. أول حاجة هي امرأة برج العقرب بتحب اللي هي زي عملية شوية أكتر، بمعنى إن هي حتى في الهدايا بتحب الحاجة اللي ليها مغزى أو ليها حاجة عملية، يعني بتحب الهدية العملية اكتر، الحاجة اللي هتقدر تستخدمها اكتر. بتحب ان هي تبقى مستقلة بنفسها، وان ما يكونش ليه حد جميل عليها. دي الحتة اللي هي المقصود بيها ان هي عملية. عمرها ما هتخليك ان انت تقول ان انت ليك فضل عليها، لا، انت حبها جدا وهي بتحبك جدا وهتقدرك، لكن هي بتحب ان يكون ليها شخصيتها وليها نظام كده لوحدها، ما بتحبش ان انت تخش في النظام ده. مرأة برج العقرب عندها زي كده ملل، بتمل بسرعة من اي موضوع لو طول معاها، بمعنى لو هي في علاقة والعلاقة دي طولت، ما فيش اي اجراء رسمي او موضوع جد اتخذ في العلاقة دي، هتلاقيها بسهولة جدا بتتسحب من العلاقة دي. بتحب جدا ان يكون في تغيير كل مادة، بتحب التغيير وتحب التجديد في حياتها، سواء بقى حتى كمان ممكن يكون في شغلها، يعني تلاقي حتى في شغلها بتحب ان هي يكون كل يوم في الشغل ده في جديد، في حاجات لو الموضوع عندها بشكل ممل هتلاقيها بسهولة برضو خلعت منه. فهي عندها دايما ملل وفتور بسبب الحاجة الطويلة، سواء بقى كانت علاقة او اي موضوع يعني. فما تحاولش ان انت تكون ملل في حياتها، او ان يكون العلاقة ما بينكم فيها ملل، او ان يكون مثلا الناس اللي هم اصدقائها ما يخلوش يكون في فتور ما بينهم وما بين بعض. لا، هي بتحب العلاقة اللي هي الحلوة كده، اللي يكون فيها روح حلوة، دي وقتها هتكون امرأة عفوية جدا وبسيطة جدا. لكن لو لقت ان في فتور وان في تعامل بيتعالى عليها، هتلاقي حد بيتعالى عليك جدا. صعب جدا ان مرأة برج العقرب ان هي تقدم تنازلات. لو قدمت تنازلات ليك، اعرف ان هي كده يعني وصلت لمرحلة مش الحب، مرحلة العشق. ما بتحبش جدا التنازلات، وعندها يعني ممكن ده ناس بتفهمه ان هي ما بتقدرش اللي قدامها. لا، هم عندهم تقدير للناس التانية، لكن بيبقى عندهم صعب شوية، يعني ما بتقدرش الشخص اللي قدامها الا لو الشخص دوت عندها حد بتحبه جدا وليه معزة قوية جدا. وعندهم الحب، يا اما بيحبوا قوي يا اما بيكرهوا قوي، ما عندهمش اللي هو النص نص، يعني ماشيه في علاقه يا اما هحبك يا اما هكرهك، يا ابيض يا اسود، عندهم ماشيين بالمبدأ ده في حياتهم. ويمكن دي اكتر حاجه انا بحبها جدا في برج العقرب، ان هم ما عندهمش التلوين في حياتهم، ما بيعرفوش يكونوا متلونين. هو يا اما بيحبوني يا اما بيكرهوني، بيتعاملوا معايا بجد يا اما ما بيتعاملوش خالص، لكن ما بيتعاملوش بوشين، ودي بالنسبه لي ميزه.
امرأة برج العقرب عندها أول حاجة كرامتها، لو جيت دوست أو حاجة بسيطة على كرامتها هتلاقي يا فيضان هب في وشك. أهم حاجة عندها كرامتها وكرامة أهلها، ولازم تخلي بالك جدا من كلامك حتى وهو أنت بتقوله. مهما كانت العلاقة ما بينكم قريبة جدا وسهل ان انتم تتكلموا، ويمكن كمان ممكن يكون كلام فيه تجاوزات اللي هو مثلا واخدين على بعض قوي في الكلام، لكن لو جيت وانت تماديت ان انت جيت على كرامتها او قلت كلمة تمس كرامتها او كرامة اهلها هتتقلب بجد عليك، ويمكن وقتها ما تعرفكش تاني او ما تعرفكوش تاني حتى لو كان الكلام ده لصحابها او صحاب يعني بيتعاملوا مع بعض، ما بترفض العلاقة دي خالص وبترفض وتقول قلته احسن. وهي من ناس بتفكر ان هي ما عندهاش عزيز ولا غالي، لا هم عندهم عزيز وعندهم غالي، لكن هم بيحبوا ان اللي يمشي معاهم يمشي معاهم على مبدأهم، المبدأ اللي هو يا ابيض يا اسود، ما تعاملنيش بوشين، زي ما هم ما بيتعاملوش بوشين انت كمان ما تتعاملش معايا بوشين. وده كمان يعني النقطتين اللي هم الاخيرة اللي احنا اتكلمنا فيهم كمان موجودة في رجل العقرب. امرأة برج العقرب طيبة جدا جدا بجد. يمكن في ناس كتير تقول لك لا هي مش طيبة، لا هم طيبين جدا جدا جدا، ورجل العقرب طيب جدا جدا، لكن عندهم ما تستغلش طيبتي. يعني لو استغلت طيبتي او هم حسوا ان هم طيبتهم ديت مستغلة في طريق غلط هتلاقيهم قلبوا عليك، وده هو الطبيعي يعني اي حد اي بني ادم هيكون كده. ممكن يكون يعني في ناس بتبقى بالنسبة لها لا انا استغل براحتي، او ان هم شايفين لما هم يستغلوا طيبتك او كده ده بالنسبة لهم شيء عادي، لكن هم ما بيحبوش كده. وقتها هتلاقي بجد بقى سم العقرب طلع لك. مرأة برج العقرب يمكن في كتير ناس بتغير منها، وبالذات يمكن كمان العشرية الأولى من أصحاب برج العقرب ناس كتير بتغير منهم، بتغير إن هم ليهم ستايل معين، ليهم تفكير معين، هم فعلا ليهم تفكير معين وليهم يعني شكل كده خاص بيهم. في ناس كتير بتغير منهم، لكن هم عندهم أصحاب برج العقرب نفسهم البنات عندهم حتة اللي هو إيه، لو واحدة قريبة منهم جدا وان يعني القريبه منهم دي تميزت عليهم في شيء بيبداوا ان هم يبصوا لها، بس بيحاولوا ان هم ما يبينوش ده، وهم يمكن متميزين جدا ان هم ما بيبينوش ايه اللي جواهم ناحيه الناس. لو هي مثلا فيها حته ايه انا نفسي اكون كده، او ان انا، هم ما عندهمش حقد، يعني مش معنى اللي انا بقوله ده حقد، لا هم ممكن يبصوا بس يعني بص اللي هو فيما معناها اللي هو يعني حاجة بسيطة، لكن مش اللي هو الحقد واللي هو تمني بقى زوال النعمة، لا هي بتخاف ربنا اللي هو ما بتحبش ان هي تتمنى زوال النعمة لحد، لكن هي عادي بتبص اللي هو بتتمنى تكون زي كده وما بتبينش ده. ده بالنسبة لمرأة برج العقرب. عندهم عصبية شديدة، ويمكن عصبيتهم دي بتبان وهم لوحدهم، بمعنى ان هم ما بيحبوش ان هم يقولوا اللي جواهم لحد، او ان هم يكونوا يعني بيقولوا شكوى كتير، او ان هم يقعدوا بقى يحكوا عن مشاكلهم واوجاعهم للناس. يمكن تلاقي البنت العقرب بتحكي لواحدة او اتنين، يعني ليها اصدقاء معينين كده اللي بتحكي لهم، وده مش بيبقى الاصدقاء المقربين، لا هي اللي بتحس ان هم ممكن يحلوا لها المشكلة دي او ان هم يفيدوها بحاجة او يعني برأيهم. يعني هم عندهم يمكن كتومين جدا، اما بيكونوا في عصبية بيبقوا بينفجروا بس مع نفسهم، وبيحاولوا ان هم يهدوا نفسهم مع الوقت، وقليل قوي لما تقبل اعذار منك. يعني مهما كان ومهما حصل لك لازم الاعذار اللي انت بتقولها تكون اعذار بجد حصلت حقيقة، لكن لو مثلا بتعتذر لها عن حاجة وانت مو في مقدرتك ان انت تعمل الحاجة دي لكن اعتذرت عنها، دي وقتها هتفضل فاكراها لك ومش هتنساها. عندهم برضو ما بيحبوش ان اللي قدامهم يستهين بيهم في اي شيء، اي شيء مهما كان، ما ينفعش ان انت تستهين بامرأة برج العقرب، بتحب ليها شخصية وليها كرامة وليها وضعها، لازم ان انت تحترم ده وتقدر ده ويعني تشوفها حاجة حلوة، بتحب الهدايا جدا، ما بتحبش ان يكون في علاقة وهي العلاقة دي ما انت ما تجيبلهاش هدية وتكون مهتم بيها، بتحب الاهتمام، بتعشق الاهتمام بجنان.
يعني بمعنى اصح نقطه ضعفها في ناحيه موضوع العلاقه دي ان هي ما بتحبش تكون اقل من اصحابها، ما بتحبش تكون الاهتمام يكون حد تاني هي شايفاه ان في علاقه اتنين مهتمين ببعض، اشمعنى انا؟ ما بتحبش كلمه اشمعنى انا عليها هي بالذات، يعني بتحب ان هي تكون الواضحه وهي الورده المفتحه في وسط اصحابها ووسط عيلتها ووسط كل حاجه، تحب ان هي اللي معاها او خطيبها او جوزها يكون شايفها اجمل حاجه في الدنيا، ما بتحبش الخيانه خالص، لو خنتها اقامت عليك الحد، فما بتحبش الخيانه نهائي، بالنسبه لها ده كارثه ممكن تحصل لها، وممكن تخش في مود اكتئاب مدى حياتها لو شافت ان هي اتخانت. بس قلنا كتير على المرأة العقرب، تعالوا بقى نتكلم على رجل العقرب. يمكن شبه كتير من اللي احنا قلناه في امرأة العقرب، لكن عنده حاجة مهمة جدا 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 رجل العقرب. في ناس كتير تقولك ده شخصية صعبة، ده صلب جدا، ده ما بيهزهوش ريح، ده كل ده كلام. رجل برج العقرب يمكن اطيب قلب في جميع الابراج، قلبه طيب جدا بحيث ان هو بيتكسر، رجل برج العقرب قلبه بيتكسر بس ما يبينش. يمكن عدم ان هو يبين ده الحاجة اللي مخليه الناس تشوفه ان هو قد ايه صلب وان هو جامد والحاجات دي، لكن هو طيب جدا وتصرفاته طيبة جدا. هو ما بيبينش ده عشان الناس ما تشوفوش ان هو ضعيف، ما بيقبلش ان الناس تشوفه ضعيف، فنقطة ضعفه ان انت توضح قدامه ان انت شفته وهو مثلا مش قادر وهو مكسور. يعني لو انت وضحت او انت وضحتي ان انت شفتي رجل برج العقرب مكسور، دي بالنسبة له ممكن ما يعرفكش تاني، لان هو بيحس ان كرامته اتهزت وان هو قد ايه اتهان، بياخد وقت عقبال ما يرجع للوضع الطبيعي تاني. رجل برج العقرب لما بيحب بيحب قوي برضو، وبيكره بيكره قوي، ما عندوش اللي هو الوسط، ما عندوش حتة ان انا ممكن العب باللي قدامي او ما العبش بيها. يعني لو مرتبطة برجل برج العقرب بيبقى صعب ان هو يلعب بيكي، يا اما حبك يكمل معاكي يا اما ما حبكيش هيسيبك وخلاص الموضوع انتهى. يمكن رجل برج العقرب بقى فيه حاجة نقطة ضعف كبيرة او حاجة بتضايقه جدا من نفسه اكتر من مرأة برج العقرب، وهي الندم. عندهم ممكن يعملوا اي حاجة وبعد كده يرجعوا يندموا عليها. عندهم بقى المشكلة ان الندم بيفضل معاهم عايش، بيفضل بيعيش معاهم لأطول فترة ممكنة، يعني صعب ان هو يخرج من الندم اللي هو فيه بأي شيء من الاشياء. عندهم يعني دايما بتحس ان هم بيعاقبوا نفسهم على اي ظرف هم عملوه، ودي سببت لهم مشكلة، او ان هم لسه بيفكروا في حاجة. يعني ممكن لو هم عملوا شيء، هو شغال في شغلة وساب الشغل ده وبعد كده الشغل ده بقى حاجة كبيرة جدا، يفضل ندمان فترة طويلة جدا، ويمكن يفضل حياته كلها ندمان وفاكر ان هو ساب الشغل ده والشغل ده بقى حاجة كويسة جدا. يعني امرأة برج العقرب عندها لو عادي يعني خلاص بقى هعمل ايه، لكن هو بيفضل فاكر الموضوع ده ويفضل يندم عليه، ودي حاجة بتضايقه جدا من نفسه. فديت بتبقى حاجة صعب ان هو يسمعها من حد، وان هو يجيب سيرة الحاجة اللي هو بيندم منها دي او بيندم عليها، فما تجيبوش سيرتها خالص قدامه بحيث ان هو ما يقعدش يفتكر الموضوع ده او الحاجة اللي هو كان ندمان عليها دي. ده بالنسبة لرجل برج العقرب. بيحب جدا الاهتمام بطريقة غريبة، ما بيحبش يشوف لو هو مرتبط بوحدة، ما بيحبش يشوف ان هي حتى مهتمية بأهلها اكتر منه، لازم هو يكون الاول والاخير في حياتها. احب اهلك وحب كل ده، بس لازم هو يكون واخد برستيج وواخد اكبر قدر من الحب في قلبك، ولازم يكون هو واخد اكبر قدر من الاهتمام والاحساس اللي جواكي، وقد ايه انت بتهتمي بيه، بلبسه، بشكله، باكله، بنظامه، بحياته، ببرفان اللي هو بيحبه، كل حاجة. لازم تبقي مهتمة بكل حاجة في حياته. اكبر نقطة ضعف برضو في رجل برج العقرب ان هو يشوف نفسه مهزوز قدامك، مش بمعنى اللي هو يعني يبقى مكسور قدامك او ان هو يشوف، لا يعني دي احنا قلنا، لا ان هو مهزوز قدامك بمعنى ان هو ما يكونش الراجل اللي مالي عينك. يعني لو لقى ان انت مش شايفاه هو الواو بالنسبه لك وان هو اللي كنت بتحلمي بيه وي وي والكلام ده، وقتها هيخلع، يعني ما عندوش اي خيار ولا عنده حتى ان هو ممكن يتكلم معاكي. لا
بيخلع خالص وعنده الهروب، يعني دايما يهرب منك كده لو لقى ان هو يعني حس ان هو مش هو اللي في دماغك، او ان هو الكلام ده يبدأ ان هو يهرب منك اصلا، مش هيدي فرصة للكلام ولا حتى يفهم ان دي طريقتك ولا مش طريقتك، فعايز حرص شديد جدا وانت بتتعاملي معاه. حتى كمان الكلام ده لاصدقائه اللي موجودين معاه في الشغل، او الاهل لو عندكم حد برج العقرب، انا كل ده بوضحه للناس كلها اللي هم يعرفوا برج العقرب. برج العقرب يمكن عنده مشكلة بتخلي الناس كتيرة تقعد تتكلم عليه، ان هو عنده علاقات كتير، او تلاقيه مرتبط مش مرتبط بكتير لكن بيرتبط بكتير، او ان هو متعدد يعني العلاقات النسائية. لا، هو مش متعدد العلاقات النسائية بمعنى اللي هو حب انه يكون يعني الفالنتينو، لا مش كده. هو ممكن يكون بيرتبط بالواحدة، بيشوف هو هيلاقي نفسه معاها، هيلاقي الحب، هيلاقي اللي هو عايزه ومحتاجه ولا لا. ما بيلاقيش ده فبيهرب يروح لحد تاني، لكن عنده مش اللي هو بقى بيحب العلاقات النسائية وان هو بقى بتاع بنات والكلام ده، مش الفكرة مش في كده. احنا يمكن بعد كده نبقى نعمل حاجة موضوع ان ازاي نخليه البرج او البرج العقرب، او يعني كل الابراج اللي بنتكلم عليها، ازاي نخليه ان هو ينجذب لينا قوي، او ان هو يحبنا بقى، وان هو يجري ورانا. نبقى نعمل موضوع عن الحاجات دي. عامة يعني يا جماعة، هو برج العقرب سواء بقى مرأة او رجل، هما ناس طيبين جدا جدا، سهل قوي ان انتم تخليهم ينجذبوا ليكم ويكون في اهتمام ما بينكم وفي حب. احنا كده خلصنا برج العقرب من حيث نقط الضعف والحاجات اللي بتضايق منها، يمكن قلنا بشكل سريع. بعد كده ان شاء الله هنبقى نتكلم بشكل تفصيلي. انا بشكركم جدا، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس. انا بشكركم جدا، والسلام عليكم.